مالك يا ولية؟ لو يالي بوزك كده ليه؟ أقولك انت عارف علاج همومك دي كلها هتقف في البحر. ايه ده بجد؟ اخرف يا الخنصايف. لا يا حبيبتي، يعني سمكة قرش تبلعك. ها؟ عموما هتكلم معاك ليه؟ الكلام مش هيجيب نتيجة ولا هيفرد بوز امك. أقولك انا ماشي. قبل ما امشي صحيح ما تطلعيش غلك يا حبيبتي في الاكل اللحظة اللي انت تخنتي قوي. نعم سمعني قلتلي ايه كده؟ اصلي ما سمعتش كويس. بقولك يا حبيبتي اتخنتي اتخنتي، انا خنتك. بحسك. ها؟